في سيرة عطرة عقد من الدرر تحكي جواهره عن طيب الأثر. ضيف من الذكرى من الذكرى كبرى ضيف من الذكرى ومواقف كبرى بالنور قد كتبت لتضيء كالقمر. في سيرة عطرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من لقائنا في ذكرياتي مع ضيفنا وضيفكم الأستاذ الدكتور محمد بن عبد المحسن التويجري، أستاذ علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. حياكم الله دكتور مرة أخرى. حياك الله. الله يحييك أبو عبد الرحمن. دكتور، يمكننا بالحلقة الماضية وقفنا الظاهر في نهايتها على مرحلة من أهم المراحل في حياتكم، اللي هي مرحلة المعهد الإمام الدعوة. نعم. ويمكن ذكرياتكم فيه وموقف الشيخ سليمان العطيوي الله يرحمه، رحمة الله عليه، وعطاك الساعة الجديدة. نعم. وتفاجأت بها. لو وقفنا على يعني أبرز الذكريات قبل أن ننتقل إلى المرحلة الجامعية. والله شوف، مرحلة المعهد هي مرحلة جميلة، من أجمل مراحل الحياة بالنسبة لي وأمتعها. يعني الذكريات فيها كثيرة. طبعا المعهد على أيامنا كان 5 سنوات. من الذكريات الجميلة الحقيقة في وأنا في ثانية ثانوي، وأنا في ثانية ثانوي قام المعهد برحلة للمدينة المنورة والعلا، وكانت من أجمل الرحلات في حياتي. انتقوا مجموعة من الطلاب مع وكيل المعهد، في المشرف، يسمونه المشرف في ذلك الوقت، الأستاذ عبد الرحمن الجميل الله يذكره بالخير إن كان حي، فأنا أمسي عليه الحقيقة، وإن كان توفي فرحمة الله عليه، نعم الرجل، رجل من أنقى وأفضل من عرفتهم في حياتي. كان هو المشرف على الرحلة مع 2 من الأساتذة، وذهبنا في رحلة المعهد المدينة، واستضافونا في المدينة وقضينا في المدينة أيام جميلة. سيارة طبعا، باص. الله. ثم انتقلنا من المدينة، جلسنا فيها يمكن 4 أو 5 أيام، من أجمل الأيام. والمدينة بطبيعتها مدينة يعني دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مدينة هادئة وبركة. نعم. وبركة وجميلة. أول مرة تروح لها أنت؟ أول مرة أروح لها، وأول مرة أروح للعلا. انتقلنا منها إلى معهد العلا، استضافونا لمدة 3 أيام، وزرنا مدائن صالح وتمشينا في مدائن صالح. كانت رحلة جميلة بكل ما تحتملها الكلمة، لكن سبحان الله العظيم كانت نهايتها نهاية حزينة جدا جدا مؤلمة. ونحن في الطريق، في طريق العودة، جاءنا خبر وفاة الملك فيصل رحمة الله عليه. 95. فكانت يعني صدمة، لأنه الخبر جانا وإحنا في طريق العودة في بريدة عند القصيم. سبحان الله، نزل علينا كالصاعقة. فكانت الرحلة من بريدة للرياض كئيبة، لكن كان معنا رجل جزاه الله خير يا أخي، سبحان الله العظيم، الشيخ خالد الشريمي كان معنا في الرحلة. سبحان الله، بدأ يتكلم ويذكر مناقب الملك فيصل ويتحدث عن الوفاء، وأن الوفاء هي نهاية كل حي، وأن يعني الحقيقة خفف علينا كثير، لكن كنا نتألم، كنا طلاب، وكان الملك فيصل بالنسبة لنا شيء عظيم. صح. ايه. كان من ضمن من درسني في المعهد، وهذه من حسن الصدف،
الأستاذ أو الدكتور الآن الدكتور إبراهيم المكحم. إيه الراوي هذا وال... نعم إيه ما شاء الله الأديب. الأديب درسنا الأدب، درسني في المعهد في السنة يمكن أولى ثانوي وثالثة متوسط، درست عنده في سنتين. مادة؟ كان يدرسنا الأدب. أدب. إيه. وكان يعني درس متعة ولكنه شديد. شديد الشيخ الدكتور إبراهيم. دارت الأيام وحينما تعينت عميد لكلية العلوم الاجتماعية كان الدكتور إبراهيم عضو هيئة التدريس قسم المناهج في الكلية. سبحان الله. وهو أستاذك؟ وهو أستاذي، ورشحته لرئاسة القسم وتولى رئاسة القسم طول مدة عمادتي هو رئيس القسم. قلت له والله إني أخجل ها إني أرأسك في 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 مجلس الكلية لأنه أنت أستاذي يعني. بس الدكتور إبراهيم كان نعم الرجل، نعم الرجل، شخص فاضل. الله. والدكتور إبراهيم في شاعر يعني فحل معروف الشعر. معروف محتوج له مقاطع جميلة وراوية أديب وأديب وأديب في أخلاقه حتى طريقة حسن نبرة صوته في نعم الأداء عنده جميل وحسن المعشر. نعم الرجل، نعم الرجل، أنا أعتبره واحد من أساتذة الأفاضل اللي ما أنسى فضله علي. الذكريات تؤثر في مسار الطالب جدا. وكنا طبعا في الكلية مجلس الكلية كل أسبوع، ففي كل جلسة في مجلس الكلية ينتابني شعور الخجل والحياء. كيف أنا أرأس أستاذي؟ ما يصلح. بس عاد هو كان لطيف جدا يعني جدا جدا يعني الرجل الله يذكره بالخير. نعم. طيب. مسي عليه الخير أبو محمد، أنت كان يتابع البرنامج. طيب دكتور، لما رجعت من المدينة؟ نعم رجعنا للرياض، وكان قلت لك يعني كانت الخاتمة يعني حزينة، لكن هذا قضاء الله وقدره فرجعنا. كنت أي صف أنت دكتور؟ كنت في أولى ثانوي. أولى ثانوي. إيه لأني تخرجت في 97 98. فيه نضج وفي فهم وفيه. إيه فيه نضج. أقول لك يعني الحقيقة الخبر وقع علينا كالصاعقة، ما ولا استوعبناه ولا، ولكن ذكرياتكم في المعهد هل لك أحد؟ من أظن في ذكريات لك مع خالك الشيخ حمود ولا لا؟ نعم ذكرياتي مع خالي حمود هذه عقب ما دخلت الكلية وأنا أدرس في الكلية. يعني ذكرياتي خالي حمود رحمة الله عليه هو في مقام أبي، هو أبي من الرضاعة العموم يعني، ولكني أعتبره الحقيقة يعني عالم من الأعلام. مهما تحدثت عن الشيخ حمود أنا لن أفيه ولا يعني لن أعطي ولا قطرة في بحره. وخلف ما شاء الله يعني مجموعة من العلماء ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله رحمة الله عليه حفظ الله. الله طيب لما طلعت الدكتور خلصت من الصف الثالث ثانوي أي كان في ذهنك شيء في تلك الفترة يعني؟ والله شوف أي أنا لما وصلت ثانية ثانوي طبعا المعهد أول ما دخلته كان 5 سنوات، ولما جيت أنتهي منه حوله 6 سنوات، فكملت السنة الثالثة ثانوي فيه. بقيت 6 سنوات أخذت. لكن لما وصلت ثانية ثانوي بدأت الأمور يعني تتفتح في ذهني عن الدراسة الجامعية والتخصصات وكذا، فتبين لي أنه المعهد ما بيخدمني، لأنه أنا كانت أمنيتي الطب. سبحان الله سبحان الله. لكن وأنت في الثانوي؟ وأنا في الثانوي في ثانية ثانوي في ثانية ثانوي نضجت الفكرة في ذهني، لكنه يعني خلاص يعني ما جي في بالك دكتور أنك ترجع للثانوي تدرس مثلا متوسط أو ثانوي؟ لا هذه لا هذه أنا يعني ما طلعت في ذهني إطلاقا حقيقة. وحتى لو كانت متاحة ما أعتقد أني لأني أنا مستعجل في الأشياء. أي تبي تخلص بسرعة؟ بخلص. ولذلك يعني يزعجني لما أشوف أنا ويا زميل من زملائي أنه يعني يتقدم علي وكذا، يزعجني كثير.
فلو فكرت أني بدرس المتوسط والثانوي معناها أني أبي لي 5 إلى 6 سنوات متأخر، فتأخرني كثير. لكن الحمد لله خيرة، هي خيرة الحقيقة، يعني سبحان الله الخيرة فيما اختار الله. لما تخرجنا من المعهد نبي نقدم على الكلية، كانت الجامعة في تلك السنة افتتحوا قسم الاجتماع وعلم النفس، وأنا درست علم النفس مادة كتيب صغير في ثانية ثانوي في المعهد خارج الم... لا 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 مادة مقررة. مقررة. إيه مقررة. علم النفس، علم النفس كتيب صغير، لكن يعني لامست شيء، استمتعت كثير، لامست شيء في داخلي، استمتعت كثير بالمادة هذه فصرت أميل لها، وما أظهرت ميلي لأنه أعرف أنه في الوسط اللي أنا فيه علم النفس غير مقبول. سبحان الله. أي الوسط الأسري ولا العلمي ولا لا؟ لا الوسط الأسري. كان في مشكلة ترى، كان أول ناس ينظروا للعلم النفس يعني النظرة بجنون. تسجيلي في علم النفس كان ماراثون، كان ماراثون. لما تخرجنا من الثانوي كنت في 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 ثانية وثالثة ثانوي كنت أشارك في النشاط ونشيط بحكم إني حركتي واجد ومشاغبتي واجد، فقالوا أشغلوه بالنشاط، خلوا هالطاقة اللي عندي تروح في النشاط، فصرت أشتغل في النشاط. وأذكر إنه لما رجعنا من رحلتنا، رحلة المدينة والعلا، بعد فترة من يعني هدأت الأمور بعد وفاة الملك فيصل كذا، قالوا نبغى نقيم حفل عن الرحلة هذه. إيه وأقيم الحفل، وكانت الصالة، صالة الحفل مليانة، وأنت المايسترو يمكن. أنا المايسترو في قصيدة كتبتها ما هي مني ولا مني، يمكن 10 أو 15% و85% من ابن خالد الشيخ محمود. محمد، دكتور محمد، كنت أنا وياه حقيقة علاقتنا مرة قوية، ففزع لي كثير، هو يكتب الشعر وأنا مسي عليه بالخير أبو مالك. فكتبت أنا وياه ما هي بقصيدة يعني، بس إنه نمقها كثير جزاه الله خير. أذكر هذيك والله ما يعني أنا دائما أردد البيت الأول فيها لأنه جميل، بس الآن حاول أستذكره وعجزت يعني. لعله يأتي. ولكن يبي يأتي بيتا أجمل من الحقيقة لشاب في موريتانيا حينما سافرنا مع الجامعة في الكلية. لكن أقمت هذا الحفل، أقمنا هذا الحفل وكنت الحقيقة شعلة في الحفل، النشاط، أقدم وأركض وأمثل وكل شيء زينة، نشيط، أستمتع. لما تخرجنا من الثانوي الجامعة عملت مخيم لخريجي الجامعة المعاهد في أبها كمكافأة لهم، وخاصة المتميزين منهم. جميل. أي فاختاروا 30 طالب، 15 يروحون في الأسبوعين الأولى، الفترة الأولى، و15 في الأسبوع الثاني أو الفترة الثانية. وكان يشرف على المخيم الشيخ صاحب السعود العلي الله يمسيه بالخير، يعني أستاذ من أساتذتي وشخص له مواقف الحقيقة نبيلة معي، أنا مسيه بالخير إذا كان يتابع البرنامج. فأنا كنت مع الفوج الأول وذهبنا. طبعا أنا اختاروني ليس لأني متميز أكاديميا، أنا الحمد لله كنت متميز أكاديميا وتخرجت بتقدير ممتاز، لكن ما هو لتميز الأكاديمي، لأن في متميزين أكاديميا ثاني ما أخذوا. أنا كنت متميز في النشاط، ويعني وكان لي نشاطات مبادرات وحضور جيد، لا نشاطات تمثيلية تراجيدية وكوميدية إيه، فكنت يعني كنت لك حضور في هذا، الحضور قوي. فاختاروني كنت ذهبت وفي المخيم يعني الحقيقة بدعت في الرياضة،
ما شاء الله كنت نشيط وفي النشاط الثقافي والمسابقات الثقافية ونشرات الأخبار الفكاهية ما أحتاج كنت أنا سيدها وكانت ملعبي الحقيقة. الشيخ صالح يعني كان جدا مرتاح ومنبسط، كان معنا مجموعة من الأشخاص اللي الآن أصبحوا أعلام، الدكتور سليمان العيدي كان معنا الإعلامي المعروف، مجموعة من الدكاترة الآن أصبحوا دكاترة كانوا معنا في هذه الرحلة. الحاصل أني أنا ما بعد قدمت على الجامعة، هذا بعد الثانوي، بعد الثانوي وكنت أقدم وحاط في ذهني علم النفس، لكن عندي صد خوف لا عندي عندي عراقيل في الأسرة مقدور عليها، لكن في الجامعة في القبول في العمادة القبول والتسجيل كانوا يعملون بشتى الوسائل أنهم يصدونك ما تروح لعلم النفس والاجتماع. سبحان الله. وكان من بين لجان المقابلات أحد واحد من أزواج أخواتي، فكنت شايل هم له، فلما انتهت المقابلة لأنه بيحاول يقنعني أروح للشريعة أو أصول الدين، أنا ما أبغى أروح الشريعة، ما كان أصول الدين وقتها إلا الله كان في أصول الدين، المهم كان يقنعني أروح للشريعة وأنا ما أبغى أروح، أنا أبغى يعني لا أبغى لغة عربية ولا أبغى الشريعة ولا أنا خلاص متوجه، لأني يعني لامست في علم النفس وأنا أقرأ في المعهد إنه يعني يلامس شيء عندي أنا من تطلعاتي من الأشياء اللي أنا أطلع لها. فلما انتهت الأسبوعين خلاص بدأت حزم عفشة برجع للرياض. قال الشيخ صالح السوداني محمد التويجري ما يروح، قلت لا لازم أروح، لازم أروح الشيخ صالح. قال ليش بتروح؟ قلت أروح بقدم على الجامعة. قال مالك، أنا عميد القبول والتسجيل، هو كان عميد القبول والتسجيل. قال أنا عميد، مش تروح له اجلس. قلت ما أخاف. قال وش تبي؟ قلت أنا أبي قسم علم النفس. قال ما عليك تروح القسم علم النفس. يا سلام. فلما قال هالكلمة قلت هيا انبسط بقي أبوي. إيه بستأذن من أبوي أنت أجلس، إني أجلس أمدد نهاية الشهر. فالوالد رحمة الله عليه كلمته، لما كلمته أنا كنت شايل همه أنا كنت شايل همه في قضية إني جيت بقول له ترى بيعلم الناس، بيقول لا أنا ما حطت لأنه إيه لأنه على طول هو بيستشي. الله يرحم خالي حمود، الله يطول، الله يرحم هذا الرجل يا أخي، يبي يروح يستشيره، وأنا عارف خالي حمود يقول لا خليه يروح للشريعة، ما هذا خلينا في المعهد إلا اللي بيروح للشريعة. صحيح. فشاين هم ذي، فكلمت أبوي وقلت له القصة كذا وكذا وكذا، والمشرف على المخيم قال لازم تبقى معنا الأسبوعين، وش رأيك؟ قال أنت مستانس ومرتاح؟ قلت الحمد لله. قال خلك والله واجلس. يوم انتهت أسبوعين الثاني وجينا نمشي، قلت للشيخ صالح اسمع لي، اسمح لي بس أمشي قبلكم بيومين إذا ما في معنى. قال لي أبدا ما فيها. كان تنقل بالسيارة أو بالطيارة دكتور؟ لا بالسيارة، بالسيارات، بس أنا رجعت بالطيارة لأني قبلهم بيومين، فاستأذنته وجاء وعطاني ورقة الوكيل العمادة كان الدكتور خالد العجيمي، أعطاني ورقة له وقال يسجل محمد التويجري في قسم علم النفس كذا، ما أمر منتهي. جيت وأعطيته الملف وأعطيته ورقة الشيخ صالح، حولني على اللجنة المقابلة واللجنة فيها نسيبي. يوم قال شاف الرغبة في علم النفس قال أنا رايح علم النفس، لا تكثر الله يرضى عليك ما انتهي يا ابن الحلال. قلت له خلاص، المهم شاف اني مصر خلاص ولا يقدر انه كان في دكتور القسم كان فيه يعني فيه طلاب اخرين دفعه قبلكم؟ كان دفعه واحده بس، كان توه مفتوح، احنا الدفعه الثانيه درس فيه دفعه واحده بس، الدفعه اللي قبلنا وحنا الدفعه الثانيه. واستشرتهم؟ ما استشرت احد، انا صانع قراري بنفسي منتهي.
علم النفس. علم النفس. إيه. لما سجلت وخلصت أموري وكل شيء ما بعد علمت أبوي. رحت وقلت لأبوي. قال أبوي بس تمشي على عماك على كيفك وأنا أبوك. تركت. قلت عاد سجلت. قال لا ولو سجلت نقدر نغير التوجه. وروح لأخو نسيبي الشيخ عبد الكريم التركي. إيه. الشيخ عبد الكريم التركي كان يعمل في الجامعة. وهو يكبر أخوه عبد العزيز. وروح لعبد الكريم. قلت أبو إبراهيم الوضع كذا وكذا والوالد لمح لي يعني طرف علم. قال لا. أنت بعلم النفس؟ قلت يلا الله. قال بس. نم. لا تشيل هم. الوالد أنا أصلح معه. وهذه ما أنساها أبو إبراهيم. مسيه بالخير الحقيقة في هذه وقفته وقفة لأني أنا كنت شايل هم إن حد بيوقفني ما أروح له التخصص. والوالدة وين كان دورها في هذه؟ لا الوالدة الله يرحمها مسالمة مرة مسالمة تقول يا ولدي يا بنت اللي تشوفه أهم شيء لا تروح العسكرية بس هذا أهم شيء. إيه ما لا مستحيل العسكرية إيه لأنه كان جونا كلية ملك فهد الأمنية كان يسمونها كلية قوى الأمن ذيك الأيام جو عندنا يبغون الرغبات إيه لا جو يبغونا وكنت من ضمن الأشخاص اللي قالوا إذا تخرجت تجي عندنا تدرس. فلما قلت للوالدة قبل أقول لأبوي قال يوم بجت قالت تكفى لا تروح محمد ألا العسكرية سبحان الله. قلت خلاص ما في عسكرية. فقبلت في المعهد في الجامعة وفي كتب علم اجتماعية وقسم علم النفس وكان القسم علم النفس والاجتماع فبدأت الدراسة قسم علم النفس وقلب. والاجتماع مجموعة سوا إيه. وفي السنة الثالثة لأنه كان النظام سنوي مو فصلي لأن هنا السنة الثانية في السنة الثالثة تخصص يا علم نفس يا اجتماع تدرس أول شيء مواد ندرس مواد عامة علم نفس واجتماع السنة الأولى والثانية وفي السنة الثانية إذا تخرجنا في السنة الثالثة نحدد المسار يا علم نفس يا اجتماع أنا بالنسبة لي رغبتي محسومة من دخلت إنه علم نفس. طيب دكتور أنت في تلك المرحلة مثلا كنت سكنكم أظن في الحبونية ولا لا؟ لا انتقلنا للسويدي وقتها انتقلنا للسويدي حي جديد اي حي جديد منطقة جديدة وقتها انتقلنا للسويدي كان لنا منتقلين يمكن سنتين. طيب زملائك في المرحلة يعني سواء في المعهد او في الحي تذكرهم؟ اي اكيد اكيد معهم. اكيد طبعا بالنسبة للمعهد كان لي زملاء كثير لكن اللي بقيت على تواصل معهم اللي انتقلوا معي للجامعة فانتقل معي للجامعة مجموعة يعني من ضمنهم الدكتور صاحب عبات ومسي عليه بالخير اللي إلى الآن أنا وياه في تواصل مستمر يعني ونشوف بعض باستمرار وعندنا دورية نجتمع العشاء كل أسبوعين ثلاثة أسابيع مستمرين. طيب سنأخذ دكتور عفوا سنكمل يعني هذه الصحبة يعني ونرفقها إن شاء الله بعد الفاصل خير إن شاء الله. أيها الإخوة خاصة ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل ابقوا معنا. كالقمر سيرة عطرة كالقمر سيرة عطرة. مرحبا بكم مرة أخرى في ذكرياتي الجزء الثاني من الحلقة الثانية مع الأستاذ الدكتور محمد بن عبد المحسن التويجري. حياكم دكتور مرة يا هلا وسهلا حياك الله أبو درهم. دكتور قبل الفاصل كنا نتحدث عن زملائك في المرحلة ذكرت دكتور صالح أبو عبات ويمكن الناس اللي كسبتهم في يعني في تلك المرحلة. الدكتور صالح أبو عبات يمكن هو من 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 هدايا ما شاء الله الرب سبحانه وتعالى. هذا يعني دكتور صالح بدأت علاقتي من في أول متوسط درست أنا وياه المعهد استمرينا تخرجنا من المعهد ولقيته قدامي في قسم الاجتماع وعلم النفس سبحان الله أي ودرست أنا وياه تخرجنا تعرفت عليه في المتوسط في أول متوسط عرفته أي واستمرت الست سنوات كلها علاقتي كلها معه. أي علاقتي معه ودخلت نفس التخصص ودخلنا نفس التخصص سبحان الله. ولما درسنا في الكلية تخرجنا من الكلية وعيننا معيدين سواء ثم قررنا نطلع ندرس في البعثة في أمريكا وحضرنا دورة للمبتعثين سواء وكنا يعني مع بعض
علاقتنا علاقتنا قوية جدا في الكلية. في الكلية خلاص يعني صرنا شبه يومي مع بعض، نروح مع بعض ونجي مع بعض. وصف معنا الدكتور عبد الله السعيد، من الشيخ عبد الله السعيد معالي الشيخ الله يحفظه ان شاء الله. فبس الدكتور عبد الله درس معنا السنة الأولى والثانية، والسنة الثالثة راح للاجتماع، ما واصل معنا في علم النفس، لكنه بقينا مع بعض. وكان لنا لقاءات يوميا الصباح. وين دكتور؟ في الكلية. وأنتم في يعني بداية الكلية؟ إيه في بداية الكلية، من السنة الأولى. كنا مجموعة تقريبا 10. تسمح لي دكتور بس مرحلة ما ودي أتجاوزها، اللي هي مرحلة الست سنوات هذه، ترى أنا مرينا عنها سريعا. إيه يعني تحتاج أنت كيف كان شخصيتك دكتور ذاك الوقت، تعامل زملائك، يمكن سألتك قبل شوي قضية الآن، كيف كانت تنقلاتك الرياض، كيف كان بالنسبة لك، كيف كان يعني حياتي، معك سيارة ما معك سيارة؟ والله شوف هو في المعهد كل هال إيه في المعهد، في المعهد إلى السنة ثانية ثانوي، وكان الوالد الله يغفر له ويرحمه يجيبنا ونرجع معه سيارة. كان الوالد الدكان حقه قدام المعهد، في جيبنا الصباح أنا ولد عمي عبد الله، وينزلنا ويروح للدكان يفتحه، وإذا سكر الظهر ولنا جالسين ننتظر طالعين من المعهد، أخذنا ورجعنا للبيت. إلين سنة ثانية ثانية، في أولى ثانوي تعلمنا السواقة أنا ولد عمي سوا، تعلمناها بالبركة بنظرية المحاولة والخطأ. من أشهر نظريات التعلم، التعلم بالمحاولة والخطأ. تعلم وعمي الله يرحمه صار برضه يعني يفزع لنا لما نطلع للبر، يعطينا السيارة ويركب معنا ونسوق، وعلى شوي شوي ندرب لين توكلنا على الله. وأذكر في ثانية ثانوي أخذنا تصريح، ما هو برخصة لأنه ما بعد بلغنا السن القانوني، فأخذنا تصريح اللي هو لمدة سنة، وشرالنا أبوي وعمي شرالنا سيارة واحدة نروح عليها، هو يسوقها أسبوع وأنا أسوقها أسبوع، لأن طق على السواقة. إيه وفي الأسبوع هذا خلاص أنت تسوقها، أنت تعبي بنزينها وكل شيء ما دخل. وش السيارة تذكرها؟ السيارة ديتسون غمرتين. إيه الشباب يحبون هالسيارات. فصرنا ياخذها أسبوع عبد الله ويسلمها لي، ما فيها إلا اللي مشيها لمحطة البنزين، يلا يلا أستلمها أسبوع وأسلمها إياه مرة تكح، يلا يلا يمكن يلا يمكن أي ما خلي فيها بنزين حتى لو بقى فيها شوي أقعد أدور بها. هذا إيه وش البنزين نعبيها طوال عمرك بريالين، الله إيه والريالين ذي تمشيني ثلاثة أيام أربعة أيام، يعني في الأسبوع كلها أنا أعبيها بأربع ريال. هذا في السنة الثانية ثانوي. في ثالثة ثانوي لا، الوالد والعم يعني بحبحوها معنا شوي، أعطوك سيارة وقالوا كل واحد يأخذ سيارة، فأنا اشتريت سيارة، ولد عمي سيارة، أنا اشتريت سيارة مازدا سبور، وكانت أفخم سيارة في الحارة، سيارة الشباب ذيك الأيام، مازدا سبور فخمة، ولد عمي شرى مازدا سيدان عادية يعني، فما كانت ملفتة للانتباه، سيارة محمد ملفتة للانتباه، فخمة وجميلة وجدا، ولكن سبحان الله العظيم ما ماتعت معي، ما استمرت معي، انصدمت في أول شهر سبحان الله، وصدمت يعني قشرة صلحتها، وبعد مدة يعني معاكس ذيك السيارة انصدمت ثاني مرة، قال لي يا وليدي ما لك كل هالسيارة بيعها واشتر مثل ولد عمك. دكتور تذكر حياتك في يعني في تلك المرحلة مثلا في الحي اللي تعيشه، علاقتك بالوالدة، علاقتك بأخواتك بأخوانك في تلك شوف أنا المرحلة. أنا كنت يعني شباب يعني إيه كنت أكبر إخواني أنا إيه، ف يعني أخوي عبد الله الله يمتع بالصحة والعافية الآن دكتور ما شاء الله في كل صوت الدين، والدكتور حمد أستاذ الدكتور حمد في كل صوت الدين كذلك، كانوا كلهم أصغر مني، لكن علاقتنا الوالد والوالدة رحمهم الله يعني
ربنا على أن نكون مع بعض مع ولد عمي، لأن كنا عايشين في بيت واحد. العم والوالد في بيت واحد، العم والوالد وجدي وجدتي كلنا في بيت واحد. سبحان الله. والبيت مساحته الظاهر ثاني من أبواهم فهو 127 متر أو 200 متر فقط. ساكن فيه ثلاث عوائل، ونلعب كورة في الصالة الصغيرة، والصالة الصغيرة فيها ثلاجة وفيها مكيف نص حصان. الحوش ما هو بحوش، صالة في الوسط بين الغرف، بين الغرف كان في صالة صغيرة كنا نلعب فيها كورة، نفرق ونلعب. بركة المكان بركة. وبركة. أنا رحت للبيت هذا قلت شلون كنا عايشين، كيف عائلتين ثلاث عوائل، الله، جدي وجدتي في غرفة، وعمي وعياله في غرفة، وأبوي وعياله في غرفة، كنا عايشين في سلام وفي هدوء. وفي الصيف تجي عمتي مرت الشيخ حمود مع عيالها وتنام معنا، تعيش معنا، بركة من الله سبحانه. صحيح. ايه. فما كنت الحقيقة، ما كان لي أنا، ما كان لي ذكريات واجد في الحارة، يعني ما كنت من الناس اللي يلعب واجد في الحارة، لا بسيطة يعني، أخواني كان لهم. يعني كنت أطلع برا ولا كيف؟ إيه لا ما كنت أطلع غالبا، أما أنا ولد عمي في البيت، كان عندنا حوش وراء البيت شارينه الوالد والعم، حوش كبير فكنا نلعب فيه أغلب الوقت. فيه لكن أخوي عبد الله وحمد لا، كونوا صداقة في الحارة مع جيراننا ولاد جيراننا، وصار لهم روحات وجيات ويجتمعون. أنا ما دخلت معهم ولا ولد عمي عبد الله، أنا ولد عمي عبد الله يعني كنا شبه مستقلين، مستقلين، فما كان لنا صداقات كثيرة في الحارة. عبد الله وين راح دكتور؟ يعني عبد الله علم نفسه الشريعة. لا لا والله عبد الله راح للشريعة. إيه. وتخرج من الشريعة الله يوفقه، وأخذ ماجستير في القضاء في المعهد العالي للقضاء، وماجستير ثانية في 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 الشريعة، وتوفق. طبعا احنا ساكنين احنا وياهم سوا، فأنا وياه على تواصل، على علاقتنا مع بعض إلى الحين يعني. ما شاء الله. ايه. ما شاء الله ما شاء الله. ما راح معك علم النفس؟ ما راح معي علم النفس، ما لف علم، ما لف علم النفس. طيب دكتور أنت يعني أثناء في أو دراستك في مواد علم النفس، وش اللي لفت نظرك أول ما بديت فيها؟ أنت خصص الصف السنة الثانية؟ السنة الثالثة. السنة الثالثة. السنة الثالثة تخصص أربع سنوات. أربع سنوات. إيه سنتين الأولى خدمة اجتماع وعلم نفس، من السنة الثالثة تخصصنا علم نفس. أنا كنت راسم طريقي من يوم تخرجت من المعهد وين بروح، يعني رؤيتي واضحة خلاص، أبغى علم النفس، ما توجه تماما لعلم النفس. فكان فيه اللي يرأس قسم علم النفس في ذلك الوقت دكتور سوري رحمة الله عليه، محمد خير القسوسي، من الأشخاص اللي كذلك يعني درسونا ودرسنا عنده علم النفس الاجتماعي، لكن كان شديد علينا، وكان يعطينا المادة بطريقة شوي جافة. لكن في معاه الدكتور محمد شحاتة ربيع اللي مسك رئاسة القسم بعده رحمة الله عليه، هذا هو اللي حببنا في علم النفس. كان يقدم لنا علم النفس يعني بأسلوب يحببنا لعلم النفس أكثر، شخصيته بهدوءه بعلميته، يتعامل معنا وكنا أبنائه. ما يعني أربع سنتين بقيتها، أربع سنوات لأن درسني حتى في السنوات الثانية، أربع سنوات ما أذكر أنه رفع صوته، مو علي أنا، على أي طالب، لا ما أتذكر. وتخرجنا وتعيننا معيدين، وسافرنا للبعثة في أمريكا، ورجعنا من أمريكا من البعثة مع حاملين درجة الدكتوراه، وهو لازال موجود في القسم، ورأست قسم علم النفس وكان موجود، ما ذهب يعني، بقي في جامعة الإمام 27 سنة. الله. ثم طبعا ذهب. فكان له بعد الله سبحانه وتعالى فضل كبير علي في الحقيقة تقريب مادة علم النفس النفسي.
طيب. وانجذابي لها أكثر. طيب دكتور، فيها يعني الطلاب والدفعة اللي كانوا معك كان عندهم هذا الشعور أن المادة فيها يعني نوع من الحرج المجتمعي يعني؟ شوف، أنا أول ما سجلت في علم النفس يعني لقيت نوع من الرفض، الممانعة. اي، والممانعة من داخل الأسرة. إلا الوالد لما تكلم في البداية، وبعدين خلاص أختلف. إيه قال أبدا. الوالد له مواقف معي في الدراسة بذكرها إن شاء الله لاحقا لا تنسى، ولا يقول بهذه المواقف أو لا يقول بهذا الرأي وهذه المواقف لا تصدر إلا من شخص حقيقة يعني، وإن كان والدي لكن أقولها وأنا كل فخر، رجل تربوي بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة. سلام. كان يحرص علينا في الدراسة والتحصيل العلمي والتحصيل الدرجات العليا في التعليم بشكل غير طبيعي. وتعليمه كان قليل، وتعليمه 5 ابتدائي يوقف. اي يعني، انا خليني اذكر موقف واحد. لما خلصت الماجستير قبل ابدا الدكتوراه حصل لي عائق معين، فانقطعت لمدة 8 أشهر بين الماجستير والدكتوراه، ورجعت من أمريكا السعودية وبقيت في السعودية. ففي الفترة هاي 8 شهور طبعا ما رجعت الجامعة لأني على نية أني أواصل، فبقيت أشتغل مع الوالد والعم في الشركة. فلما قررت أني أسافر لمواصلة الدراسة في بريطانيا الدكتوراه، وبلغت الوالد والعم، فالعم قال وش تبي بالدراسة؟ تخرجت وخذت الدكتوراه، كم تبي تحصل؟ خذ اللي تبي وخلك موجود عندنا في الشركة. فيعني أنا طبعا قرر إني راح أدرس، بس ما كنت أبغى، فقلت إن شاء الله بفكر. فرحت أنا والوالد للبيت، فلما دخلنا البيت جلست أتقهوى أنا والوالد وسولف علي. قلت يبا وش رأيك؟ قال شوف يا ولدي، الشركة باقية ما هي برايح، بس الدكتوراه لو ما أخذتها بتروح. الله يا ولدي، رح كمل الدكتوراه وتعال، وإذا جيت محلك موجود في الشركة. سبحان الله العظيم، فعلا رحت وثلاث سنوات خدت الدكتوراه ورجعت. والسنوات في الزمن في الوقت الحاضر تمشي. صح صحيح. أي. صحيح. فمواقف للوالد ما يعني الحقيقة تستغرب إنه شخص ما يحمل إلا 5 ابتدائي وعنده هذا البعد. طيب دكتور، خليني أتكلم أيضا عن، أنا ودي أعرف الحياة المجتمعية في ذلك الوقت. أي. في الثمانينات في التسعينات وأنت في الرياض، أول ما جيت الرياض، خلينا نقول مثلا الصدمة الحضارية يعني، هل انبهرت بالرياض أول ما جيت وحياته والأنوار والشوارع والمباني، فرق بينه وبين لما كنت فيه؟ كثير أبو عبد الرحمن، لما أقبلنا وإحنا جايين من 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 منطقة الوشم، منطقة الشر، لما طلعنا طلع الدراب، إحنا في السيارة، إحنا في اللوري. إيه. زين فوق. صحيح. جالسين أقبلنا، وش أقبلنا على الرياض، ولا الرياض أنوار، وش الرياض ذيك الأيام في الثمانية وثمانين الحي اللي احنا ساكنين فيه اللي الحبونية، حتى الشوارع ما هي مسفلتة، غبار تراب وبيوت طين، لكن نشوف الرياض يا الله هالأنوار. المقارنة لا الحين يعني، لا مقارنة، المقارنة بالقرية اللي كنا فيها ساجر. ايه. يعني ما في مقارنة طبعا، احنا شفنا شيء يعني كأنك رايح لي، كأنك طالع من 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 من, من مدينة من المدن الصغيرة الآن إلى الرياض. طبعا الصدمة الحضارية كانت الانبهار بهذه المدينة. وأتذكر يعني لما دخلنا البيت وقعدنا نحوس وندوس ونطلع في السطح ونلعب ونطامر، وحتى جيراننا التواجد قالوا وش جايين وش مذول. من ضمن الأشياء اللي أتذكرها كانت واحدة من أخواتي تقول لي تشوف محمد، خلاص حنا في الرياض لازم نتكلم مثل ما يتكلم أنا للرياض. شلون يعني؟ قالت ما في اسم بيت، الحوي
الحوي. إيه. إيه. ف يعني شيء بالنسبة لنا، لكن عاد بسرعة بسرعة تأقلمنا مع الرياض وخلاص اندمجنا في الثقافة، اندمجنا في المجتمع، لأن المجتمع كان برضو الحي. وش الأحياء؟ تذكر الأحياء اللي كانت موجودة دكتور؟ كان فيه الملز ذاك الوقت، كان فيه الملز. إيه؟ هو يعتبر من أرقى أحياء. فيه عليشة، فيه عليشة، فيه البديعة، فيه الناصرية، كل هذه الأحياء أبرز. نعم. الأحياء اللي كانت موجودة. أي في عتيقة، الشفا ما بعد وجد، شوال الرياضة ما لي ما موجودة. العليه ما شوف من 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 المربع، المربع كان موجود. ايه زين، من المربع شمال كان فاضي، يعني من من شارع الوشم اللي عند التلفزيون. ايه اللي عند برج التلفزيون. وذا كان في فندق الانثر، كان بعيد يعتبر ذاك. اوه في البر. إيه؟ كنا نذاكر، كنا نذاكر في مكتبه جامعه الملك سعود، كان ذيك الايام اسمها جامعه الرياض. أوه. اللي في الملز. وإذا جاء الساعة 10 في الليل كنت أنا والدكتور عبد الله السعيد نروح نذاكر سوا. ف وكان هو قد قام الشفا ذيك الأيام. أول ما قام الشفا كان ساكنين في الشفا، فيمرني ونطلع سوا بسيارته للدا، واللي من بكرة أنا أروح أمره. فنذاكر وإذا جت الساعة 10 في الليل سكروا المكتبة. فنطلع نكمل المذاكرة وين؟ عند التخصصي. تخصصي كان موجود، لكن وفندق الانتر كونتيننتال، هذا المبنيين الموجودات، الباقي بر، ما في احد ابدا ابدا ابدا. قد ما يروح نظرك ما في. بعد 3 سنوات طلع فندق الشيراتون في البر، في البر الحاله كان اسمه عطلة شيراتون. ايه صحيح. كان كنا نشوف لوحده، لوحده يهز ما حول الشيء. الانتركونتيننتال على الشارع حق المعذر. صحيح. زين، والتخصصي هذا آخر شيء، ما وراهم شيء خلاص. يا الله. هذا آخر الرياض. ترى هذا قريب، هذا هذا في التسعينات. في التسعينات، في 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 98 97، في في 98 99. احنا تخرجنا في عام 1401، فكان في ذيك السنوات هذا الرياض. تصور عام 1400 و1401 والآن. صحيح. زين، نقلة حضارية خارقة غير طبيعية. 44 سنة. صحيح. تحول الرياض من مدينة صغيرة جدا، أغلب شوارعها ترابية، إلى أكبر وأجمل وأنظف وأرقى مدينة في الشرق الأوسط الآن. يعني الرياض أصبح. صحيح. الرياض أصبحت دولة وليست مدينة، بلد. جميل. طيب دكتور، أنت أي في المعهد كتبت بحث؟ كان في كتابات بحوث؟ لا ما أتذكر أني كتبت بحث أنا في المعهد. ما كان البحوث ممكن كانت بالجامعة. في الجامعة كانوا يطلبوننا بكتابة البحوث، فكتبنا بحوث في الجامعة. عندك الكتب الآن أو الدفاتر؟ الكتب الدفاتر وبعض الكتب، مذكرة مثلا، مذكرة علم النفس الاجتماعي لا زالت موجودة عندي، بعض الكتب، كتاب زاد المستقنع اللي درسته في المعهد. شوف الكتب اللي أتعبتني هي اللي بقيت معي. زاد المستقنع، ألفية بن مالك، النحو في المعهد، في اللغة العربية، اللغة العربية، علم النفس الاجتماعي، مذكرة كنا ماخذين مذكرة، هذه يعني أنا ما احتفظت فيها عنوة لكنها بقيت معي. لما انتقلت للكتب نقلتها للمكتبة، عندنا مكتبة عامة أنا وأخواني في فلة الضيافة عندنا هنا، فجبت كتبي كلها في كراتين، وأغلبها في علم النفس، لكن وجدت كرتون فيه من بقايا الأمس، من بقايا المعهد، بقايا الابتدائي. طيب دكتور، مرحلة أيضا مهمة جدا، اللي درسك في علم النفس في أو علم النفس الاجتماعي. أيه؟ في المعهد. لا في المعهد علم النفس بس، لكن آه. الكلية علم النفس الاجتماعي. طيب علم النفس درسك، تذكر الأستاذ درسك؟ أيه. من هو؟ درسني أستاذ سوري ما يحضرني اسمه الآن،
ما يحضرني اسمه الآن، لكن حببني كذلك لعلم النفس. إيه؟ يعني أنا حبيت علم النفس من خلال قراءتي للكتاب، كتاب المقرر. ووقتها ما كان عندي ذاك الحس البعيد أني أروح أدور كتب في علم النفس ولا شيء، فاكتفيت بالكتيب هذا اللي درسناه. لكن هو مذكرة، ما هي مذكرة، كتيب. لكن هو الأستاذ حببني الحقيقة. ذكرته الله يذكره بالخير، لا ما ذكرت اسمه، لكن ذكرت حتى شكله. كان كبير في السن وملتحي سوري، وأتذكر دائما حتى من الناس يعني في تعامله مع الطلاب، إذا زعل عليك مرة قال هداك الباري في 20 الجاري، بس هذا إذا قال هالكلمة ترى خلاص، ترى ضربك مع راسك. على خلاف بعض اللي كانوا يدرسونه. صح. فحببني في علم النفس أكثر، لأنه كان يتحدث عن التعلم وطرق التعلم وعن الصحة النفسية. يعني كنت أجلس معه ويعطيني أكثر من موجود في الكتاب، أسأله سؤال أنا أبغى أسمع وأستزيد. طيب دكتور، وين كان مقر المعهد الإمام الدعوة؟ كان في دخنة، في دخنة قدام شفت الآن المحكمة العامة. إلا أبدا عنها، جنوب غرب على شارع سلام، على نهاية شارع سلام بالضبط. ترى لازل موجود بس مع تغيير طبعا. طيب من كان مدير المعهد دكتور؟ كان الشيخ عبد العزيز الشلهوب الله يرحمه. رحمة الله عليه. وفيه وكيل، وكان فيه وكيل محمد السويد، عاد ما أدري وين راح، بس أنه أنا أذكر وحنا في المعهد ترك العمل في المعهد وطرق. أنت خرجت بمعدل ممتاز. ممتاز. كان المعدل كان يحطون الدرجة المئينية والتقدير، أنا كنت ماخذ 91% بتقدير ممتاز. ما شاء الله. أي. ما شاء الله. طيب وشاكر دكتور، احنا سنتوقف عند هذه المرحله على ان نكمل باذن الله عز وجل إن شاء الله. يعني مرحله الماجستير او البكالوريوس ماجستير والدكتوراه، ويعني ايضا مسيرتكم المباركه ان شاء الله في الحلقه القادمه على بركه الله ان شاء الله. شكرا لكم. الله يحييك. ايها الاخوه، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الاستاذ الدكتور محمد بن عبد المحسن التويجري. التقيكم بحول الله عز وجل في حلقه قادمه من فرعه الحفظ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في سيرة عطرة عقد من الدرر تحكي جواهره عن طيب الأثر. ضيف من الذكرى، من الذكرى الكبرى، ضيف من الذكرى ومواقف كبرى، بالنور قد كتبت لتضيئك القمرِ.